عندما تضيق الحال بالغزاويين فلا مفر أمامهم هنا سوى متنفسهم الوحيد البحر. هو بحر غزة ملتقاهم وصديقهم ومفرج همهم، يفضفضون له ما في سرهم من معاناتهم وآمالهم وطموحاتهم علها تصل إلى حيث وجهتها كما يأملون. على ورقة صغيرة يخط عمر كل ما حلم به منذ نعومة أظفاره، وإلى البحر يلقيها على الجواب يأتيه يوما ما بالاستجابة لكل ما تمناه وأراده. اخترنا البحر لأنه هو المكان اللي بنقدر من خلاله نحن نبعث الرسائل لتضل طايشة على وجه المية ما تندثرش تحت وترتمي. يجب أن تصل هذه الرسائل إلى دول العالم الحر. نحن نستهدف دول العالم الحر عامة والدول العربية خاصة. نريد أن يقف وقفة جادة ووقفة حقيقية بعيدا عن كل شعارات الرنانة. عمر مع عشرات من الشباب شاركوا في إطلاق رسائل الحرية، بعضهم كتب على جدارية الأمل حقه في العيش، وآخرون اختاروا أن يحلقوا بعيدا بطموحاتهم بعدما منعوا من الخروج من غزة المحاصرة. احنا لا بنقدر نسافر ولا بنقدر نركب طيارة، بس أقل شيء ممكن نعمله إنه هو نكتب رسائلنا وأفكارنا في طيارات ورقية تعبر عن إيش في داخلنا. هناك شباب لم يرى يوما حدودا أو جغرافيا غير جغرافية قطاع غزة، هو لم يرى الضفة الغربية وهي الأقرب، ولم يرى القدس وهي الأقرب. وكما طفت هذه الزجاجات فوق سطح الماء حاملة رسائل الحرية إلى العالم الحر، يأمل الشباب هنا أن تكتب لآمالهم الحياة الكريمة وأن يسمح لهم بالسفر والعمل بعدما طال الحصار الذي أكل من أعمارهم سنين طويلة. أحمد شلدان، غزة، الميادين.